السلام عليكم ومرحبا بكم، معكم ملكة غسات. اليوم جيتكم بوصفة جديدة، بريوش بحشو رائع وسهل ومقادير مقادير يعني في المتناول الجميع. وكنتمنى هذه الوصفة يعني تطبقوها لأنها كتجي رائعة ولذيذة. انتقلوا إن شاء الله للمقادير. على بركة الله غنبداو المقادير. هنا خدينا معلقة كبيرة ديال الزبدة، شوية الملحة، يعني واحد معلقة صغيرة ديال الملحة، وبيضة واحدة، وجوج معالق ديال السكر السنيدة، ومعلقة كبيرة ديال خميرة الخبز، و500 غرام ديال الدقيق. وهنايا ما حطيتش يعني واحد كاس ونص ديال الحليب دافي. من بعد غادي نقولها لكم، من بعد غنجيبو يعني وغادي نخلط به العجينة. هنا خدينا 500 غرام ديال الدقيق، غادي نديرها في الخلاط الكهربائي، هو اللي غادي ندير اليوم. والبنات ممكن انكم تعجنوا بيديكم، ماشي مشكل. انا هنا غادي نخدم يعني بالخلاط الكهربائي. هنا خديت ديك معلقة كبيرة ديال خميرة الخبز، وخديت جوج معالق ديال السكر، وغناخد بيضة، وغناخد شوية الملحة، وهذيك معلقة كبيرة ديال الزبدة غنخليها حتى ندلك العجينة، ومن بعد غنبدا نزيد فيها. وهنا غادي نمشيو باش نبداو نخلطوا جميع المقادير. غادي ناخذ هذاك كاس ونص ديال الحليب، هو باش غادي نجمع هاد العجينه هادي. البنات هنايا خديت كاس ونص ديال الحليب، وانتوما ممكن انا ما نقدرش نقول لكم على حسب يعني على حسب يعني الدقيق. نتوما غادي تبقاو تخويو بشويه بشويه حتى توصلوا للقوام اللي بغيتو ديال العجينه. هانتوما هنا البنات ما خويتش الحليب كله، يعني خديت واحد القدر تقريبا واحد الكاس ديال الحليب، وهو اللي غادي نستعمل في الاول، ومن بعد غنبدا نزيد بشويه بشويه داك نص كاس ديال الحليب. وهنايا غنديرها تتلك، ومن بعد غنرجع لكم. هنايا العجينه جمعت ليا بداك كاسونس ديال الحليب، يعني جاني كاسونس قد ديال الحليب. البنات غادي تحاولوا انكم تخليوها تدلك، ومن بعد غادي نبداو ديك المعلقه ديال الزبده غنبداو نلوحو فيها هكا يعني طريفات صغار من لوحاج طرف واحد. نحاولوا اننا نقسموها على طروفه، ونخليو ديك العجينه حتى تشرب هذيك الزبده، يعني غتبقى تدلك حتى تجمع لينا الزبده في العجينه يعني تتشربها صافي. ومن بعد غنخليوها تدلك واحد المده يعني تنحسوا بها الدلكات مزيان. وها نتوما البنات هنايا راه شفتوا العجينه كيفاش دايره، ماشي جاريه وماشي يعني ماشي مطلوقه بزاف وماشي قاصحه. المهم البريوش كيبغي يكون العجينه ديالو خفيفه، ديما تحاولوا انكم تخفوا العجينه ديالو. هنايا خديت واحد الطاوه وغادي يعني واحد الطاسه كبيره وبالغطاء ديالها، وغادي نجمع تما العجينه وغنخليها تخمر واحد المده ديال 30 دقيقه. ها نتوما البنات كيفاش دايره العجينه، يعني الكاس هنا صافي غنغطي عليها وغنخليها غتخمر واحد تقريبا 30 على حسب البنات الجو، يعني ممكن انها تكون 30 دقيقه ولا اكثر كاع، يعني على حسب كان البرد راه ممكن تاخذ لكم تكتر. هنا صافي غنسد عليها وغنخليها تخمر واحد المده ديال جاتني 30 دقيقه تقريبا. صافي خمرات ليا هنا البنات، ها هي خمرات يعني ضاعف الحجم ديالها. وغادي نديرها يعني كويرات صغار، هنا غادي نبدا نديرها كويرات بحال الشكل ديال ملي كنبغيو نديرو مسمن. غنحاولوا ناخذوا نفس يعني نفس المقدار دوك الكويرات، ناخذهم تقريبا قد نحاولوا اننا ناخذهم قد. هنا غادي نبدا نخدم عليهم، ومن بعد غادي نقول لكم المقادير ديال الحشو ديالنا. ها نتوما معايا.
وهنايا خديت هادوك الكويرات غادي نخدم عليهم كاملين، وغادي يكونوا تقريبا نفس يعني نفس الشكل، ما ماشي ديروا وحدين كبار وحدين صغار، تحاولوا انكم ديروهم نفس يعني البوا ديالهم يكون نفسه، ما يكونوش شي كبير شي صغير. وهنايا انا خدمتهم وغطيتهم ببلاستيكا باش يرطب واحد شويه، يخفف واحد شويه. وهنا خديت واحد جوج معالق ديال الزبيب، وهنا خديت كذلك واحد جوج معالق ديال السكر، وهنا تقريبا شي ثلاثه المعالق ديال الفرماج فيلاديلفيا. يعني انا خديت هنا ثلاثه المعالق ديال فيلاديلفيا، وهذا الشوكولات غدوبوه يعني في الميكرووند، ولا غديروا لي حمام مريم على حسب، نشوفوا نتوما الطريقه اللي كتجيكم سهله. هنا خديت السكر البنات، خديت هذوك جوج معالقات، وخديت هذاك الفرماج ديال فيلاديلفيا، ومن بعد بديت كنخلط فيه مزيان مع السكر حتى تحسوا بالسكر انه داب في الفرماج. صافي هنايا ها هو الشكل ديالو البنات كيفاش كيولي يعني. وهنايا الزبيب، هنا جوج معالق ديال الزبيب كبار، وصافي. وهنايا الشوكولات ذوبته صافي. هنا غادي البنات هنا غادي نحاول انني هذاك الفرماج والشوكولات بغيت نديرهم في البوش، ولكن البوش هذيك التقبه ديالو جاتني شويه كبيره، بغيت باش ما العجينه يعني ما تطلعش ليا بالفرماج وبهذا بالشوكولات. قلت من الاحسن انني نديرهم، درتهم في واحد البلاستيكا ويعني ودرتهم وتقبتها من واحد الجهه من التا. انتم غتشوفوا الطريقه كيفاش درت ليهم باش العجينه تبقى ليا نقيه، ما ديرش ليا العجينه كيفاش غنقول لكم يعني باش ما توسخش ليا العجينه من الجناب. انتم غتشوفوا الطريقه كيفاش درت ليها البنات. هنا قرصت هذوك العجينه، هنايا انا رجعت قرصت وحدين اخرين. هنا مشيت درتهم، انتم البنات هنا راه كتشوفوا فيهم، درتهم في بلاستيكات يعني، درت الشوكولات في بلاستيكا، وهذاك الفرماج حتى هو درته درت لهم بحال الشكل ديال بوش، غير انا اللي سقبت درت واحد يعني واحد الثقبه اللي يهبطوا ليا رقاق، ما يهبطوش ليا غلاض من هذوك لي بوش اللي صوبت انايا. وها انتم غتشوفوا البنات الطريقه كيفاش درت. هنايا خديت العجينه قرصتها وقطعتها من الوسط، انتم غتشوفوا الطريقه كيفاش. وهنا خديت شتوني كيفاش البنات درت لي صافي. وهنا ها انتم شتو غندير الوسط ديالو، غندير هذاك الفرماج اللي درتو مع السكر، ومن بعد غادي ناخذ حتى الشوكولاته هوايا. شتي هنايا حيت ما بغيتش نهز بالمعلقه غادي نبدا نطلي الدنيا، وغادي يجيوني كلهم مطليين، بغينا نخدمو خدمه نقيه. ها انتم هنايا صافي، وداك الفرماج هذا غندير فوق منه هذاك الزبيب. ها انتم شفتوا الطريقه كيفاش دايره صافي. هنايا صافي غنبدا نسد فيهم البنات، ها انتم غتشوفوا يمكن هنا ما غيبانوش مزيان، ولكن درت واحده اخرى هنا. صافي غنبدا نجمع من الجناب، يعني غنحاول ان العجينه نجمعها من الجناب بحال هكايا، ونحاول انني ما نمش هذاك الحشو ما نمسوش على من الجوانب، نحاولوا اننا يبقى الوسط. شتي ها انتم شفتوا كيفاش الطريقه كيفاش درت ليها صافي. غنبقى هكاك غندور على هذاك البريوش كامل من الجناب ديالو تنجمعو. وها انتم شفتوا كيفاش الطريقه كيفاش دايره. من بعد ملي غادي نسد هذوك مزيان من الجو هذوك اللي سديت مزيان، غنقرصهم، غنحاول نقرصهم مزيان باش ما يتحلوش ليا في الطياب، غنحاول نسدو مزيان. ومن بعد غنقلب العجينه، يعني هذيك السده خصها تجي لتحت ما تجيش من الفوق، ما بيناش، غتجي لتحت
وغادي نشدها وغادي نقلبها وغادي نطفرهم هكاك. راشتو الطريقه كيفاش طفرتهم؟ صافي وغنحطهم في اللاطه. هنا غادي ندير معكم وحده اخرى. ها نتوما بقاو البنات تشوفوا، يعني طريقه سهله ماشي يعني شي طريقه اللي انا كنجيب لكم غير السهل. ها انتم البنات شتو البنات، الطريقه سهله ما فيهاش شي سميتو شي حاجه اللي صعبه ولا هذا. صافي ومن بعد غادي نطفرها، يعني ملي قرصتها غنحاول هذيك السده اللي سديت غنديرها هي التحتانيه، ما غنديرهاش باينه باش ملي تكون كطيب ما يجيش هذاك سميتو باش ما تحلش ليا، غتجي من التحت. صافي وهذه الطريقه اللي خدمت بها، كتجي رائعه وكتجي نقيه. يعني ها انتم البنات شفتوا الطريقه كيفاش داير، كيجي البريوش ديالنا نقي ما فيه والو. هنايا كانت مسيت يديا بهذاك الشوكولاط وجات تمايا واحد طاليه ديال الشوكولاط. هنايا خديت بيضه وخديت واحد شويه الحليب، البيضه خديت غير الصفار ديال البيضه هو اللي خديت. من بعد غادي ندهنهم، ها انتم شفتوني البنات غادي ندهنهم، ومن بعد غادي نزينهم برقائق ديال اللوز من الفوق. وانتم ممكن البنات الحشو، اي حشو بغيتوا ديروا. انا درت هنايا درت الفرماج مع الشوكولات، ودرت الفرماج بوحده، ودرت ثاني الشوكولات مع، يعني حاولي انك تنوعي ماشي ديرهم كلهم نفس هذا نفس الشكل. هو من الاحسن كيجي الفرماج والشوكولاتة والزبيب كيجي رائع في اللذة ديالو، كتجي يعني كيجي بنين بزاف، وحتى الفرماج بوحدو تا هو انا عجبني بزاف بالفرماج. صافي هنا دهنت البريوش ديالنا، وهنا كندير اللوز، يعني رقائق ديال اللوز زوقتهم بهم، بعد غنخشيهم في الفرن. خليتهم يخمروا البنات واحد تقريبا، يعني راني ملي كنت كنخدم فيهم هما ديجا كيبداو يخمروا. هانتوما هنايا راه ديجا خمروا ليا. صافي هنا غنخشيهم في الفران، غنحاول انني ندخلهم الفران. خليت هنا الفران، يعني انا ديك الساعه هما كيخمروا واحد شويه تقريبا واحد 15 دقيقه بقاو حطيتهم وخليتهم يخمروا. هنا صافي شعلت الفران وخشيتهم. هما البنات هنايا الفران على 350 صافي، وكندير ليه الفرفاره من الفوق ولتحت باش كيطيب من الفوق ومن التحت. صافي هذا هو الشكل ديالهم ملي خرجوا من الفران، كيجيو رائعين وزوينين، وحتى في الشكل ديالهم. وها نتوما شفتوا كيفاش كيجي، كيجيو يعني ولا اروع. وهذا هو الشكل ديالهم اللي خرجتهم من الفران وخليتهم حتى بردوا، ومن بعد زينتهم بالسكر كلاسي
وممكن انك تزينهم غير هكا كديري ليهم الكونفيتور من الفوق او الناباج كيجيو رائعين. انا فضلت انني ندير لهم السكر كلاسي. البنات هنايا ما نقولش لكم جاوا بحال الشكل ديال الباتيسريات بحال هكاك، يعني جاوا رائعين في المذاق ديالهم وحتى في الشكل ديالهم. هنايا زينتهم وغادي نقدمهم ان شاء الله، يعني التقديم ديالهم غتشوفوها البنات. وهذا هو الشكل ديالهم، يعني كيجيو رائعين في الشكل وحتى في المذاق ديالهم. هنا غادي نقطع، يعني غتشوفوني غنقطعهم، كيجيو رطبين وخفاف من الداخل، ماشي دوك داك البريوشي كيكون مدقص، لا خفيف وزوين. وكنتمنى ان هاد الوصفه تعجبكم، وكنقول لكم شكرا شكرا البنات اللي كتخليو ليا لي كومون دي كومونتير واعرين يعني زوينين. وكنقول لكم يعني زيدوا مازال، يعني نضموا القناة ملكة غوسات لأن بيكم باش أنا مكملة. وشكرا لكم البنات بزاف، شكرا شكرا. وكنقول البنات اللي باقي ما نضموش القناة ملكة غوسات يجي ويديروا أبوني ويديروا كومنتير زوين ويديروا يعني وتابونا ويديروا جيم ويديروا كومنتير زوين. هادشي اللي غنقول لكم البنات، الى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله.